أسعد الله وقتكم مشاهدين، أهلا وسهلا بكم دائما عبر شاشة تلفزيون الفجر الجديد، متواصلين معكم في برامجنا مع شهر رمضان المبارك. إفطارا هنيئا وصوما مقبولا إن شاء الله، دائما معكم مشاهدينا، وجباتكم لا تحلو إلا مع سنيورا. سنيورا عشرة عمر، لا تنسوا أنه سنيورا مميز، انطلقت من القدس مش من إيطاليا يا جماعة. وسنيورا سنيرنا، خلينا معاكم وانتم معانا دائما في هذه الجولات والأمسيات الرائعة جدا مع سنيورا عشرة عمر. خليكم في جولة جديدة مع براء عمر من وراء الكاميرا وخباب الأسمر، ومني أنا منتصر عني. يسعد مساكم وتعالوا معنا مع سنيورا عشرة عمر. سنيرنا سنيورا عشرة عمر. مشاهدينا ومتابعينا دائما معكم من خلال شاشة تلفزيون الفجر الجديد، اليوم معكم من مخيم طول كرم، مخيم الشهداء والصمود والتحدي، دائما معكم مع سنيورا، سنيورا عشرة عمر. ونشوف أول متسابق معنا. مساء الخير. مساء النور. ولا كيفك؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله. كيف أجواء رمضان معك؟ شو بتجنن؟ بتجنن والله، أجواء رمضان حلوة، ويعني فعلا طول كرم ومخيم طول كرم ومخيم نور شمس والمحافظة كلها أجواء رائعة جدا ومميزة في شهر رمضان المبارك. تعرفنا اسمك؟ محمد غياب. أهلا وسهلا فيك يا محمد. أكيد أنت أكلت من سنيورا. أكلت ولا؟ شو رأيك بسنيورا منتجاتها؟ أحسن شيء. إلها 120 صنف. تعرف الحكي؟ لا والله. إلها 120 صنف. طيب دياب اسمع، شيء نسمع عنه ولا نراه شو؟ نسمع عنه ولا نراه؟ ربنا. نسمع عنه ولا نراه؟ لا غير ربنا. أنا عارف. إيش من الحياة، إيش من الحياة عايشينه؟ شيء نسمع عنه ولا نراه شو؟ الجن. الجن؟ لا لا لا. جنة؟ لا ولا الجنة. ما ضل شيء. بقدونس معقول ولا فجل؟ خلص بجوز. شو بساط؟ طب أغير لك السؤال. طيب طيب يا سيدي، هاي السؤال. طيب هلا الإنسان عشان يعيش ويمشي كل يوم بقول لك يا سيدي عدد اللترات اللي يحتاجها الدماغ البشري من الدماء يوميا عشان دماغه يشتغل ويشتغل كل جسمه، قديش كم لتر؟ ويعني بتصوروش قديش يعني عالي قديش في بجسمه يعني الدم؟ دم قديش الدنيا تحركين كل يوم بالجسم؟ لا في دم عندك 17، في 11، في عنده موجودات بجسمه. موجودات بجسمه؟ لا قديش بالضبط؟ ما هي عملية تدويرية. قديش تقريبا؟ ما هنا اللي بجسمه انه بالضبط جدا. لا لا، ما في عدد. كم لتر؟ كم لتر؟ 12. هذا بغشش غلط. غلط؟ هو عشان اكلوا له اكلوا. شو؟ بلش اسئله. طب خلص بدي اعطيك سؤال، ما جاوبت بدي اطلع. الحيوان الوحيد الذي ينام على ظهره؟ شو احكي؟ هم حكوا لك الجواب. مين؟ ايوه يا لطيف. لا 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 عن جد، مين؟ شو الحيوان اللي بنام على ظهره؟ مين؟ انا بعرف. مين؟ انا بعرف. الحي. الحي بتنام؟ شو بتنام على ظهره؟ حيوان. الخيل معقول؟ ايش؟ الخيل؟ لا هي الزلمه. الحيوان شو يا سيدي؟ بعرفش. لا قاعد. شو؟ ما هو الحيوان الوحيد الذي ينام على ظهره؟ مين؟ نشوف مين. عارف؟ مبين عليه عارف. تعال اجيك انا. كل عام وانت بخير. تعال تعال اشوف. والله كأنه عارف. مين هو الحيوان الوحيد اللي بنام على ظهره؟ حيوان. شو اسمك؟ محمود ابو حيش. محمود ابو حيش، اهلا يا محمود. مين هو الحيوان الوحيد اللي ينام على ظهره؟ تعرف؟ لا خالد. خالد صح. خالد. شو؟ الحية. الحية، ما قلنا لك الحية. لا نشوف يعني متحمس واقف وحالتك حالي. بدنا نشوف. مرحبا. ايش؟ تمساح. يا سلامي. الله اعلم. شو الله اعلم؟ اول شيء اسمك؟ زياد. اهلا يا زياد، كل عام وانت بخير. وانت بخير. كيف رمضان معك يا زياد؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. ما هو الحيوان الوحيد الذي ينام على ظهره؟ بتستغرب يا زلمي. كيف انت وسنيورة؟ تمام. عشرة عمر. الحمد لله. يا جماعة الحيوان الوحيد الذي ينام على ظهره شو؟ شو يا زياد؟ يا جوجل. بتشتغل على جوجل قاعد؟ لا. ولا على ايش تشتغل؟ شو الحيوان الوحيد؟ على التليفون. ايش؟ شو شو؟ شو؟ الانسان يعني. الانسان يا زلمه. طب بنام الحيوان. لا بنام على ظهره هو الوحيد. شرط عن
الله لا يعطيك اياها العافيه. طيب نعرف مين على الكاميرا على كور الدست من قصه من قصه. الحيوان هو الوحيد اللي بينام على ظهره اللي هو الانسان. فعلا باقي الحيوانات ما حدا بينام على ظهره، حيوان هو ناطق اصلا الانسان. مزبوط. هاي من شركه سنيورا. ايوه عشرة عمر. شو بتحكي لهم؟ شو بتقول لهم؟ سلمى دبي رمضان كريم ان شاء الله. كل عام وانتم بخير يا حبيبي. كل عام وانتم بخير. سنيورا عشرة عمر. مكملين معكم مشاهدينا متابعينا مع سنيورا. سنيورا عشرة عمر، وفعلا عشرة عمر سنيورا سنيرنا. ولا تنسوا انطلقت من القدس مش من ايطاليا يا جماعة، واقدم شركة فلسطينية ومنتوج فلسطيني. مرحبا. سلامات. كل عام وانت بخير. رمضان كريم. وانت بألف خير. كيف رمضان معك؟ الحمد لله رب العالمين. تعرفي سنيورا يا عمو؟ تعرفي؟ تعرفي سنيورا؟ اه عمو؟ عشرة عمر. عشرة عمر. يعني شو اسمك؟ هزار. هزار، يا عيني على هزار، احلى هزار. طيب عشرة عمر مع سنيورا، سؤال، شو الاسم؟ مصطفى. تمام مصطفى. سؤال مع سنيورا، نوع من انواع الاسماك يمكنه ابتلاع الانسان كامله، يعني هاي السمك نوع من انواع السمك ممكن ياكل الانسان بكامله؟ شو الكرش. ايش؟ كرش. الكرش. الكرش. ولا كرش ولا تعريفي. يا بده يكون يا الحوت يا الكرش. لا تمساح. لا مش التمساح. سمك يقول. اشوف ايدك، اشوف ايدك. لا لا هون 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 هون. شو خاطب؟ خاطب. اه طيب. شو يا سيدي؟ ما عارف. شو يا هزار؟ شو يا هزار؟ هات هات شو شو. شو يا هزار؟ هزار شو نوع السمك اللي ممكن ياكل الانسان بكامله؟ شو يا عمو؟ شو؟ براء شو؟ تعرف شو؟ طيب هات لي، هات لي وجبة إلها بس هاي لهزار، بس لهزار. هات هذه من سنيورا يا هزار إلك. طيب هاي إلها. شو بتحكي لهم؟ بحكي لهم كل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنتم سالمين. وأنت سالم. باي يا هزار مع سنيورا عشرة عمر. سنيورا عشرة عمر. مع سنيورا عشرة عمر. لا تنسوا مشاهدينا متابعينا انه اكثر من 120 صنف من شركة سنيورا المنتوج الوطني الفلسطيني بامتياز. مساء الخير. مساء النور. كيفك؟ الحمد لله تمام. كل عام وانت بخير. طب خير. رمضان كريم. الله اكرم. كيف اجواء رمضان؟ والله الف الالف الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. لا لا اجواء ممتازة والحمد لله رب العالمين. تمام الحمد لله. طيب احنا مع سنيورا، اكيد عرفت سنيورا. اه بعرف هذا. شو رايك بسنيورا؟ والله الف الالف والله، والله ما اجيب لها من غيرها والله. خلص الف الالف سنيورا. طيب اسمع عندنا سؤال بتجاوب عليه بتاخذ مباشرة منتوج سنيورا. تفضل. عمرك شفت نسر؟ اه ولي اكيد. اه زلمتك شاف نسر؟ ايش اكيد شفت نسر. طيب قديش بعيش النسر؟ كم سنه؟ 18 سنه. قديش؟ 18. خلص روح خليك على البسكليت. شو والله تستغرب اذا كنت قديش عمره؟ قديش؟ 60 سنه ما له نهايه، يموت وهو بينتحر في الجو. بس مش 60. لا مش 60 انا كثير. لا لا شو كثير؟ لا اعلى كمان لسه. اعلى من 60؟ اكثر من 60 كمان. 90 يعني؟ 90 اكثر. بده يكون يعني 100؟ 100 تحيه، 100 والف تحيه لك. شو اسمك؟ محمد. محمد شو بقرب لك؟ ابوي. ابوك متاكد؟ طلع عليه. متاكد ولا؟ اه. طيب هات هات 100 سنه بعيش النسر، هاي لك مش مش لابوك لك هاي. هاي من سنيورا، شو بتقول لسنيورا؟ والله كل عام وانتم بخير وان شاء الله للامام ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. رمضان مبارك. شكرا لك. اذا مكملين معكم مشاهدينا متابعينا مع سنيورا. سنيورا عشرة عمر. تعال نشوف. تعال يا سنيورا. كيفك؟ تمام. شو اخبارك؟ الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله يا اختي محلاهم الصغار. اصلا ما صرتهاش من دون ولا شيء. الله يخلي لك اياها. اه لازم نعطيها وحياتك الا تاخذ. طيب شو اسمها اول شيء؟ ايش؟ سوسن. سوسن عاشت الاسماء يا سوسن. احلى سوسن. شو اسمك؟ تامر. كيف رمضان معك؟ الحمد لله رب العالمين. شو رايك بسنيورا بدون مجامله؟ تمام. شو هذا السنه؟ لها 120 منتوج. 100. هلا انت بتشجع المنتوج الوطني ولا لا؟ اه بشجع الريال. الريال. طيب بشجع الريال. سوسن. طيب سؤال. سؤال حلو. اسمها سوسن. طب شو السوسن؟ شو السوسن؟ اه يلا مدام سوسن. ايش؟ وردي. وردي يا عين عليك. السوسن. وهي احلى وردي. اعطيني لا احلى وردي. هاي من شركه منتوجات سنيورا. شو بتحكي لهم؟ شكرا لهم. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. سلامات يا سوسن. سلامات. باي. طيب خليكم معنا مع سنيورا عشرة عمر. تعال يا حجي كيفك؟ شو اخبارك؟ نحمد الله الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. كل عام وانت بخير يا حجي ورمضان كريم.
انت اكرم الله اكرم منكم. الله اكرم الجميع. الله كيفك يا حجي؟ الحمد لله. كيف رمضان معك؟ الحمد لله رب. الحمد لله. شو اسمك يا حجي؟ زهيه. اهلا فيك يا زهيه، منوري يا حجي، ورمضان كريم يا رب. اكرم الله من الكل. طيب احنا مع سنيورة بدنا نعطيك هديه، منتجات سنيورة. الله يعطيك العمر. اعطيني. الله يعطيك العمر. هاي من سنيورة. الله شو بتحكي لهم يا حجي؟ شكرا لكم، ان شاء الله كل سنه وانتم بخير. وانت سالمه يا حجي، كل عام وانتم بخير ورمضان مبارك. شكرا لك. طيب اذا مع الحجه زهيه كل التحيه، مع الحجه زهيه كل التحيه، مع سنيورة، سنيورة عشره عمر. لا تنسوا مشاهدينا ومتابعينا مكملين معكم دائما متواصلين في جولاتنا وامسياتنا مع من مخيم طول كرم. اليوم جولتنا كانت بصحبه سنيورة، سنيورة عشره عمر. مشاهدينا ومتابعينا بنشكر لكم حسن تواصلكم معنا ومشاركاتكم. كنا معكم مع سنيورة عشره عمر، ومن وراء الكاميرا براء عمر وخباب الاسمر، ومني انا منتصر عناني، يسعد مساكم مع سنيورة عشرة عمر. لا تنسوها سفرتكم بس مع سنيورة عشرة عمر. إلى اللقاء، إفطارا هنيئا وصوما مقبولا.